لان المستعمر ملي مشى راه ما كانش باغي يمشي، راه ما مشاش، ما مشى حتى خلى الركايز ديالو هنا موجوده والناس اللي غادافع عليه ومصالحه كلها محفوظه، كلها محفوظه. حنا فاش باش ناكدوا على اننا بغينا الديمقراطيه وبغينا، علاش الفوسفات ديالنا كيتخلصوا منه لي شومور ديال فرنسا وداك الشيء كله 50 عام 70 عام وسيدي غير سيروا خذوا الفوسفات شوينا بهم وانا غادي يمشيو يديو لنا خيراتنا غير يبقاو ونبقاو كنتقاتلوا معاهم تنخرجوهم شي خرجه اللي هي ديال تبصح باش يمكن لينا نستافدوا من خيرات بلادنا. اما تمشي تبقى تستافد، اما تمشي تدخل ليا في شكون اللي غيحكم البلاد، تمشي تدخل ليا في الحكومه شكون خص يكون فيها، ميمكنش. هادشي كله راه غير مقبول وكيبين باننا بالفعل عايشين في ديمقراطيه الواجهه واننا تحت السيطره واننا تابعون. نهار جابوا لنا تي جي بي بزز منا، الشين بغات تبيعوا لنا بربع الثمن، خاصنا حنا نشريو تي جي بي مع ساركوزي باش يدخل فليسات هو لبلادو وباش يترشح ويصوتوا عليه، وحنايا ما لقينا حتى طريق باش نوصلوا لانكفوا نعقلوا نعتقوا الدراري اللي ماتوا لينا بالبرد ما لقاو لا ما ياكلوا لا ما يشربوا. واش هي هذه؟ وفين هي السياده الشعبيه؟ فين هو الدور المؤسسات؟ فين هذه الحكومه؟ تي جي بي حنا ماشي ضد البحث العلمي والعلم، بغينا تي جي بي يوصل المغرب كله، ولكن سمح لي كاين اولويات، بغينا المدرسه والصحه والطريق لا غوت سكوندير اي تيرسيير بعدا.